السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر الله ما شاء فعل. هذا الفيديو تعقيب على الفيديو اللي قبله، اللي قبل ساعة ونص أو ساعتين أرسلته من مطار جدة. زي ما شفتوا متحمس للرحلة وكان معي أغراضي والدراجة وكذا، ولكن للأسف الشركة الناقلة اللي أنا مسافر عليها رفضوا انه يدخلوا او يشيلوا معاهم انه يكون معاه يعني الدراجه او السيكل مع العفش. مش الوزن زايد، لا، قالوا انه حجم الكرتون عريض ولازم تروح الشحن الجوي، وحبوا يتساعدوا معايا. بعضهم قالوا لي انه لو خليناك تطلع عندك رحلة مواصلة في القاهرة، يعني حتنزل وتطلع طيارة ثانية، ما حيطلعوا الدراجة، وحتتفاجأ إذا وصلت لرواندا إنه دراجتك ما هي موجودة وتكون في القاهرة فالحاصل يعني حبيت أبلغكم. أشكر كل من عقب وشجع في التعليقات اللي راحت، لكن يعلم الله الواحد انه يعني كان ودي اني اروح ومتحمس وكذا، الا انه قدر الله ما شاء فعل. عاد اشوف كيف، يا اني الغي الرحلة نهائيا او اروح اشوف شحن شركة تشحن الدراجة، ولو بيطول شحنها او في يعني اشياء كذا، يعني في عقبات في شيء، خلي الرحلة لوقت ثاني، أو يعني هي فكرة يعني وجاتني كذا، وبالتنسيق مع عبد الهادي زميلي وصديق المغربي الرحال، قد شفتوه معاي في فيديوهات، ولكن ما الله أراد. حتى معايا أغراض من أدفستو لعبد الهادي، ما أدري كيف أحاول أرسلها له أو كذا، أو ربما أروح حتى من غير دراجة، يعني عندي كذا فكرة، والله يكتب اللي في الخير. وشكرا لكم وشكرا للمتابعة.